لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تضغطوا على اشتراك أو سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ولو عجبكم الفيديو ياريت لايك وشير عشان الكل يستفيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب قلبي جيجي. النهاردة ان شاء الله احنا الفيديو بتاعنا مش وصفة، الفيديو بتاعنا معلومة جميلة جدا، معلومة هتفيدك في حاجات كتير قوي. النهاردة المعلومة بتاعتنا عبارة عن فنجان القهوة اللي احنا شايفينه ده. ده فنجان قهوة انا هشربه بعد الفيديو دلوقتي. طبعا كلنا عارفين القهوة دي اصبحت روتين يومي، يعني الاغلبية من السيدات والرجال بيشربوا القهوة، خاصة في بداية اليوم اول ما بنصحى من النوم. دي عادة الناس كلها بتعملها، انا واحدة من الناس بحب قوي اشرب القهوة اول ما اصحى من النوم. بس عايزة اقولك ايه فوائد القهوة ديت وبتفيدك في ايه وايه اضرارها. يلا بينا نقول فوائد القهوة دي لما نشربها كل يوم هتعمل ايه على في ثدي المرأة، خاصة للسيدات. يعني القهوة دي الفيديو ده يعتبر للسيدات اكتر طبعا. طب ايه اللي هيحصل لما نشرب كل يوم 3 فناجين من القهوة؟ هيحصل ايه ثدي المرأة؟ يلا بينا نقول. طبعا كلنا عارفين ان القهوة دي جزء لا يتجزأ من روتيننا اليومي. السيدات بالذات يوميا لازم بنشرب كوب القهوة ده او فنجان القهوة. طبعا القهوة دي بتعمل تأثير على ثدي المرأة، وكمان بتحميك من امراض خطيرة جدا جدا. طب ايه التأثير اللي هي بتأثره على ثدي المرأة؟ في دكتورة اسمها هيلينا، الدكتورة دي في جامعة هولندا. الدكتورة دي قالت ان شرب اكثر من فنجان قهوة في اليوم بيغير من حجم ثدي المرأة، بيجعل حجم الثدي يصغر. يعني لو انت شربت في اليوم اكتر من فنجانين من القهوة او 3 فناجين قهوة بيصغر حجم الثدي. ده غير ان هو كمان بيقيك من امراض سرطانية، يعني السيدات اللي بيشربوا قهوة كتير بيحميها من الامراض السرطانية. فالدراسات دي اكدت ان القهوة بتأثر على الهرمون الانوثة، هرمون الاستروجين اللي بيبقى في السيدات بتأثر عليه، وانها بتقلل من حجم الثدي. شرب القهوة بيقلل من حجم الثدي، يعني لو انت عايزة تعملي تكبير لحجم الثدي ما ينفعش ان انت تشربي قهوة، لان شرب القهوة بيقلل حجم الصدر، بيصغر الحجم. وكمان بتقي من الامراض السرطانية اللي بتيجي في الثدي. فالقهوة بتقلل افرازات الهرمون اللي بتساعد على تسبب الاورام السرطانية في الرحم والمبيض. فشرب القهوة 3 مرات في اليوم بيقلل نسبة الاصابة بمرضى السرطان في الثدي. ولكن طبعا السيدات اللي بتبقى عايزة تكبير للثدي ما ينفعش ابدا ان هي تشرب القهوة. واحنا كنا عملنا وصفات قبل كده بالقهوة ككريم هتدهنيه على الثدي، بيقلل برضو حجم الثدي. يعني شربها او دهان الثدي بيها بيقلل حجم الثدي. حبيب قلبي دي كانت معلومة بسيطة وبس، ان شاء الله يعني لازم تكوني عارفاها، عشان لو انت بتعملي تكبير للثدي ما ينفعش خالص ان انت تشربي وتكتري في القهوة. ممكن تشربي فنجان كل يعني 3 4 ايام، لكن طبعا لو انت عايزة تكبير للثدي ما ينفعش خالص ان انت تشربي اكتر من كوب في الاسبوع او كل يومين 3. اللي بقى عايزة تعمل تصغير للثدي بتشرب في اليوم 3 كوبايات فناجين من القهوة، او بندهن بالقهوة. احنا كنا عملنا وصفة قبل كده ان احنا بنجيب 3 او 4 معالق من القهوة وبنضيف عليها 2 معالق من ماء الورد، بنقلبهم كويس جدا وبندهن بيهم الثدي بحركات دائرية كده، علشان الوصفة دي بتعمل تصغير للثدي. يا رب الفيديو النهاردة تكونوا استفدتوا بيه واكون قدرت افدتكم بالمعلومة الجميلة دي. حبيب قلبي اذا عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك للفيديو وشيروه لكل اصحابكم عشان الكل يستفاد، وان شاء الله استنوني في فيديو جديد ووصفة جديدة مع جيجي كل حياتي. لو اول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تضغطوا على اشتراك او سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ولو عجبكم الفيديو ياريت لايك وشير عشان الكل يستفيد.